أعلنت منظمة محامو الطوارئ ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت بين الجيش السوداني وحلفائه من الحركات المسلحة ضد قوات الدعم السريع في شمال شرق الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى 25 قتيلا و100 مصاب. وتشهد ولاية شمال دارفور منذ أيام اشتباكات على جبهتين، الأولى بين قوات الدعم السريع والحركات المسلحة غرب الفاشر وفي مدينة مليط التي تقع إلى الشمال منها على بعد 100 كيلومتر، والثانية بين قوات الدعم والجيش في الفاشر هي نفسها. ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزا رئيسيا لتوزيع الإغاثة والمساعدات.